النهارده الحقيقه كان معانا تقرير رائع جدا وقد ايه النادي الاهلي هو المؤسسه الكبيره اللي بتعمل داخل منظومه الدوله المصريه في اتجاه الطبي، بمعنى ان انت ما شفتش انديه كتير بتعمل مثل هذا الموضوع، ان انت تعمل اختبار طبي لكل اللاعبين. النهارده احنا كشفنا هذا الامر على الهواء مباشره، ان كان هناك كشف طبي لكل اللاعبين الحقيقه اللي تم التعاقد معاهم قبل ما يتم التعاقد معاهم. طيب بص يا كابتن، اولا انا احب جدا لما حد يتكلم يعدي الكلام على عقله ويقعد ثانيه وبعد كده يدوره وبعد كده ينطقه. يعني انت بتقول لي بيرسي تاو عنده اصابه مزمنه. طيب بيرسي تاو اخر ثلاث سنين ثلاث سنين اعير لثلاث انديه بلجيكيه، وهو خضع لكشف لما راح برايتون. برافو عليك. وخضع لكشف يعني واحنا بنتكلم برضو احنا هنعرض الفيديوهات دي لانها كانت مهمه جدا ان احنا نعرضها لجمهور النادي الاهلي. فانت لاعب اعير ثلاث مرات لثلاث انديه بلجيكيه وخضع لكشف طبي لما راح من سان داونز لبرايتون، يبقى اربع مرات كشف طبي في انديه اوروبيه ليفل على الاقل منهم ثلاثه ليفل 1. تمام. فالوضع دلوقتي ان لاعب خضع لكشف طبي اربع مرات بجانب الاهلي لما جابه. انت عارف حاجه يا كابتن، ان الاهلي بيحط شرط في كل العقود بتاعته الصفقات ان انا مش هحول القسط الاول او قيمه مقدم العقد الا بعد ما اللاعب يجتاز الكشف الطبي الكامل اللي بعمل له اللي هو حصل اللي احنا شايفينه اللي هو حصل اللي يعني معرفتي هنا اللي هنا معرفتي هنا ايوه طبعا 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 يعني كل نادي بيعمل بمعرفته طبعًا. يعني مقدم تعاقد بيرسي تاو ولويس ميكسون لسه متحول اول امبارح بموجب العقود. ايوه تمام. فمش معقول ان انا كنادي هتعاقد مع لاعب، هو كلام غير منطقي يا كابتن وغير مبرر. والنادي الاهلي بيتبع نظام طبي مع كل الصفقات بما فيهم شايفين عمار حمدو ده ابن النادي الاهلي، اول ما رجعوه خضع برضه الفحص الطبي. البند ده موجود في النادي الاهلي تقريبا من 2011 بند النادي. امال ليه دلوقتي؟ ليه دلوقتي يا عويس؟ لا ما هو انت بقى عايز تشكك في الصفقات فبتقرر تقول ايه؟ ده ايا كان اي لعيب، وعلى فكره هو مش اول واحد يقول عليه بيرسي تاو انه مصاب اصابه مزمنه، اي لعيب بيجي في الاهلي بيقولوا عليه جون انتوي مع ان في انديه ثانيه في انديه ثانيه ما لعبتش شوطين كاملين بسبب اصابات مزمنه وجون بملايين الدولارات. الفكره انه انت عايز تشكك في صفقه كبيره زي صفقه بيرسي تاو هتقول اصابه مزمنه. طب ما هو اللعيب لعب قدامنا، احنا شايفين الماتشين لعبوا مع منتخب جنوب افريقيا على فكره، يعني الماتشين لا وعلى فكره ده لعيب كوره يعني ممكن يرجع في اربع ايام. اقول لحضرتك معلومه يا كابتن اسلام، شوف ده جري ده يسال بالمجهود اللي بيعمله بيرسي تاو. بيرسي تاو عمل ده وهو لما جه هنا اول مره لا المره الثانيه الثانيه هو جه وعمل ده وجري ما كانش عنده مشكله، والمشكله ظهرت في الاشعه في المباراه في الاشعه الاشعه صح. هو كان جه وعمل الممر الشرفي ودخل وجري في الممر الشرفي وكل حاجه كانت ماشيه. ايوه لا احنا بس حبينا ان احنا نوري الجمهور النادي الاهلي يعني هو ولو موجود هتلاقيه هو بيجري. ده كان هو مصاب على فكره، هو بيعمل ده هو كان مصاب. ظهرت الحاجه دي كلها في الكشف الطبي. الكشف الطبي يعني احنا في لعيبه بنجيبها واللعيب بيلعب مباراه بيتصاب في عادي جدا عادي يعني بالظبط هي قدريه قدر. وفي لعيبه يعني طاهر محمد طاهر تقريبا اتعور في دماغه في خمس ست ماتشات صح يعني اصابه مزمنه لا وما كانش بيتألق دي اصابه مزمنه عاجبك ولا مش عاجبك يعني ما بيتألقش غير لما يربطوا دماغه يعني اول ما يتصاب. بعيد ليه؟ محمد محمود مزمنه يعني يلعب في التمرين يصاب بيجي يلعب في كريم ندفت بس الحقيقه ان انا يعني اكتر من لاعب الحقيقه اتمنى شد المقتنعين جدا انه